مساء الخير. قلت لكم في المقدمة أن ضيفنا غير شكل الموسيقى في مصر. قلت لكم أنه لبس الموسيقى الغربية جلابية مصرية أصيلة جميلة، وقدر يعمل بالفن اللي السياسة فشلت فيه ورجع النوبة لحضن مصر. حواديته كتير على اسم أغنية من الأغاني الشهيرة اللي عملها، الشوارع حواديت. احنا النهاردة في ضيافتنا الأول مرة على شاشة قناة ميسات والأول مرة في برنامج مساء الخير الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة. مساء الخير يا فندم. يا مساء النور. حضرتك منورني وأنا سعيدة جدا جدا بتشريف حضرتك لينا النهاردة. ربنا يخليك. ممكن بس أقول ملحوظة صغيرة؟ آه. لبست العلوم الموسيقية جلابية مصرية. حضرتك صح. أصح طبعا. طيب انا عندي حاجات كتير، يعني ملفات كتير قوي. انا لما قعدت افكر كده لقيت ان عندي موضوعات كتير قوي، فعايزه اقسمها ملفات علشان ما نتوهش مع بعض. عايزه اتكلم عن هاني شنودة الانسان والفنان وعلاقته بالفن جت ازاي، وناخد ملف الموسيقى التصويريه، ملف المصريين، وملف انجازات اكتشافاتك للفنانين الكبار اللي بقوا نجوم على الساحه. فهبتدي الاول بيك وبالفن بالموسيقى. هي الموسيقى ازاي بتعمل السحر والتأثير ده في وجدان الناس؟ ازاي ممكن تغير؟ هل ممكن الموسيقي خاصة اللي مش بيعزف بس اللي بيألف أنغام موسيقية يكون شخص عنده أي نوع من أنواع الشر، أو شخص مش متسق مع نفسه، أو شخص أفكاره مش إنسانية، ولا الموسيقى بتغير في وجدان صاحبها؟ الموسيقى الحقيقة عشان بتخاطب الإرادة فممكن تخلي الشخص تساعده في انه يعمل ده او ده. اول مره اسمع التعبير ده. معلش. بتخاطب الاراده. لان احنا ما نعرفش، يعني كل الناس تقول الموسيقى غذاء الروح. احنا لا نعرف الروح ولا نعرف تتغذى ازاي ولا بتخرج ايه ولا نعرف حاجه خالص. مين اللي قال انها غذاء الروح؟ واحد الله اعلم يعني. لكن الحاجات الحديثه بتقول إن المخ بيفرز لما بيسمع موسيقى بيفرز سيروتونين، وده بيحفز الإرادة وبيحفز المخ إنه يعيش أسعد
أوقاته. فالشراني بيسعده الشر على فكرة، والخير بيسعده الخير. فالحكاية دي عشان كده هي زي السكينة اللي تقدر تقطع بها برقبة واحد أو برتقانة، يا دي يا دي، لكنها السكينة ملهاش دعوة. السكينة عبارة عن حاجة محايدة. انت بقى الانسان البني ادم هو كل حاجه. يعني على هذا الاساس، بما انها بتخاطب الاراده، يمكن في ناس بتستخدمها في تعديل السلوك او في العلاج بالموسيقى؟ طبعا العلاج بالموسيقى ده موجود. كانت الدكتوره نبيله ميخائيل عامله بحثها وعامله الدكتوراه بتاعتها، وانا عندي الكتاب بتاعها، وبتعالج بقى كل الامراض، ضغط الدم وحاجات على فكره اتعمل لها تجارب سريرية ونجحت، وكان كان مفروض نعملها. اتنين، الموسيقى في السن الكبير زي حالاتي غير السن الصغير. السن الصغير تدفعه للرقص، تدفعه للسعادة، تدفعه للبهجة. انا لما بسمع اغنية ببقى راكب آلة الزمن. لان لما بسمع مثلا عبد الحليم صورة بفتكر الناس كانت لابسة ايه، قمصان لينو، وحاطين هنا علبة سجاير امريكاني عشان لينو شفاف، تبقى انت شايفة انها امريكاني، وهم سجارتين فرط واخدهم الكشك وحطيتهم في العلبة دي، واشوف الشنبل دوجلاس والبتاع الحاجات اياميها كلها، والبادي ليفون الواسع من تحت، كالبنطلون الواسع او من تحت، و البنطلونات، كل حاجة زي ما كانت. فلغاية ما البني آدم يخترع آلة الزمن الحقيقية، فآلة الزمن الوحيدة اللي موجودة هي الأغنية. لما بتسمع الأغنية بكلماتها ولحنها وكذا بتفكرك بالماضي، وإزاي اللحن ده أو الأغنية دي بتخليك تفكري في المكان، وكان ازاي، وكان ماما ايه، وكان بابا ايه، وكان شغل الخيال كمان. بالظبط. طيب استاذ هاني، يعني انا ملاحظه انه حضرتك يعني عندك فلسفه خاصه في كل، يعني لما بسمع حواراتك وبتفرج عليك بحس انه في فلسفه خاصه. انت مش يعني لا تقتنع كده بالاراء السايده وخلاص، عندك فلسفه شخصيه. اللي بتقوله حضرتك دلوقتي ده فلسفه خاصه. سمعتك قبل كده بتقول ان مفيش حاجه اسمها حاضر، في حاجه اسمها مستقبل. الحاضر ده اكذوبه. طبعا. شايف ده ازاي؟ اكذوبه لغويه. من هو الحاج واحنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم في المستقبل. اللي بيذاكر قاعد يذاكر عشان المستقبل، بيذاكر في المستقبل. اينشتاين قال عشان اعرف هاني فين هقول هاني في الاستوديو من الساعه كذا للساعه كذا، لانه ممكن قبلها يكون مشي او بعدها يكون مشي، مش كده؟ المعارض له اللي انا بقى مؤمن بيه او بكلامه، يعني قال له لا، الكلام اللي انت بتقول ده كلام مش مظبوط، انت ما تقدرش تمسك الزمن ولا تقيس، ولا اللي في ايدينا ده يعني قياسات كده، لان بص في ساعتك كام دلوقتي؟ قال له 9. قال له بص تاني، قال له 9 ودقيقة. قال له احنا كنا بنتكلم في المستقبل، ما فيش حاجة اسمها حاضر. الثقافة مهمة للموسيقى يا استاذ هاني؟ ده هي دي بقى المنبع اللي بيغذي البير اللي بياخد منه. يعني انا عشان اعمل الحان، لو ما فيش ثقافه الالحان بتتكرر وتبقى شبه بعضها. وتبقى مثلا فيلم زي مشبوه، لو اشيل المشبوه واحطه على عصابه حماده وتوتو يليق. انا لا، مش هيليق. لو جبت المشبوه وحطيتيه بدل، لا، ده احنا ملف الموسيقى التصويريه ده انا هحلل محرك فيلم فيلم، لان في حاجات بالنسبه لي ملفته ومبهره. بس خلينا ناخد الاول البدايات. طنطا بلد معروفه بالموالد والمزيكا والاختلافات والثقافات المختلفه، اثرت فيك ازاي؟ طبعا انا كنت بشوف واستعجب، لان طبعا ايه، في الليله الكبيره في المولد احنا كنا نروح ونشوف الغوازي، واحنا بنشوف الغوازي دول
بيغنوا ويرقصوا، ونسأل يعني إيه خوازي ويعني إيه عوالم وإيه الفرق بينهم. أو أنا عشان من طنطا فاهم، لكن معظم الناس ما تعرفش. العلمة عارفة بتغني منين ومن أنهي ضرب. تقصد حضرتك جاية من العلم؟ أيوة من العلم، مش يعني زي ما بيستخدم لفظ دارج، هي جاية من العلم. كويس. لكن الغوازي اللي نطوا على الشغلة بدون ما يدرسوا حاجة وبدون ما يفهموا، لا عارفة بتغني منين أنهي مقام، ولا عارفة الضرب إيه اللي مش عارف إيه، وجت لأنها شكلها حلو ولبسها حلو يلا، فكسبت فلوس، فدي يسموها دول غوازي. مش زي ما احنا فاهمين ان الغوازي دول غجر او ان العوالم رقصات. لا ده جاي من العلم. كلام ده كلام مش مظبوط. طب انت كنت بتسمع مين؟ مين اللي لما كنت بتسمعه وتقول انا يعني انا حابب امشي في الطريق ده، الطريق ده بتاعي؟ الحقيقه ان الزاويه بتاعتي كانت منفرجه قوي، يعني تسمع كتير 180 درجه. ليه؟ في الناس الصوفيين، في الناس اللي هم بيعملوا المداح النبوية، في الغوازي أو العوالم، في أمي بتلعب بيانو وبتلعب عود، في أختي بتسمع أتي وريكوست، ده كان بيقدمه بقى سليم رزق الله أو قالك مجلي، وده أثر فيها قوي. ليه؟ كنت شايف الأغنية الغربي فيها حاجة مش موجودة عندنا في الأغنية بتاعتنا، في حاجة ناقصة. هي دي القصة بقى. يعني هو ده راس الدم بتاعي. اللي هو ايه؟ لازم نبني الأغنية زي ما أي أغنية في العالم بتتبني، احنا مش أقل من أي حد. وده اللي حصل. فرقة المصريين هو ده الموضوع، وهو ده اللي غير شكل الأغنية في مصر. ده أكيد. كما حضرتك قلتي. خلينا نخش بقى على الإنجازات، لأن أثناء الإنجازات برضو هسأل أسئلة شخصية يعني. بس حضرتك قلت لي وانا بكلمك تليفونيا انه من اهم الانجازات، قلت جمله بديعه قوي، ان انت جبت ابره اسمها محمد منير وخيط اسمه عبد الرحيم منصور وسيد حجاب واحمد منيب، وخيطتهم كده في بعض ولضمت بيهم النوبه في حضن مصر. هسالك بدايه عن محمد منير، احكي لنا قصه اكتشافك لمحمد منير وتقديمك ليه، ونوعية الموسيقى اللي هي فعلا موسيقى النوبة بس بشكل مصري قوي، خلى الناس كلها وقتها تحس انه فعلا النوبة مش منطقة تانية، ده هي احنا واحنا هي. احكي لنا عن تجربة محمد منير. وحضرتك لما عبد الرحيم اللي عرفني او اللي دخل لي موضوع التلحين، انا كنت في فرقة غربي الفتيشه كنت بتعزف. بالظبط. كل اللي فيها الحقيقه يعني كانوا مؤثرين على الف وجداني انا شخصيا، يعني عمر خرشد وعمر خيرت وحضرتك، يعني كلهم كانوا مؤثرين طبعا، وجدي فرانسيس طبعا. فشوقي قال لي انا هجيب لك واحد بقى هديه، كنت بعمل مع شوقي اغاني اطفال بالطريقه بتاعتي برضه. طبعا. راحت الخليج وكده فاعجبوا قوي بيها. ايه ده حاجه مش اللي هم واخدين عليه. كان اغنيه الطفل هي اغنيه اي حد بس يجيبوا اكسليفون. يبقى دي طفل. مفيش اكسليفون مش طفل. فقال لي هجيب لك واحد هتنبسطوا قوي مع بعض. دخل عبد الرحيم منصور وقال لي بص، في واحد بقى مطرب من النوبه هايل وهيعجبك، وانا عايز اجيبه لك، انت بتعمل حاجات مختلفه. كان سمع الحاجات اللي انا بعملها عند شوقي حجاب. اول ما شفت محمد منير حبيته، ولد جميل. بس قلت له بص يا منير، انا عشان اعمل لك حاجه لازم اجرب نفسي. انا هجرب فرقتي، بيس جيتار درامز الكتريك جيتار كيبورد، انا مع الدفوف النوبي. تقدر تجيب لي؟ قال لي هجيب لك احسن واحد بيلعب دف. وقول لي البيت، وقعدنا نعمل بروفات وسجلت. قلت له سيبني يوم او اتنين اسمع بقى بعد ما ايه، انا دلوقتي مبسوط قوي. يمكن بعد يوم ولا اتنين اقول ايه اللي احنا عملناه ده.
لأن في حاجة برضه أحب أقولها لك اللي أنا ماشي عليها. في واحد فيلسوف بيدرس في أمريكا قال لهم في سؤال واحد واللي هيجاوب باختصار هياخد أحسن نمرة. إيه الفرق بين العبقري والمجنون؟ كل الناس بقى قعدت تدش. العبقري يجيب حاجة مش موجودة في الوجود ويحطها في الوجود، اللي مش عارف إيه، إنما واحد بس نجح اللي هو قال الفرق ما بين العبقري والمجنون مجنون هو النجاح. لو المشروع نجح يبقى إيه ده كان عبقري، إزاي جات له الفكرة دي؟ لو المشروع فشل إيه المجنون ده وده ينجح؟ فالنجاح ده مهم قوي. فسيبني إيه يومين ثلاثة كده وهسمع بقى. ما قدرتش بقى تاني يوم الصبح إلا إن أنا أجيب الريكوردة وأسمع. أنا كان ليا مواقف مع الشركة اللي منير كان بيغني فيها كذا مرة، يجيبوا لي واحدة لبنانية أقول لهم لا مش عاجبني صوتها مش عارف وهكذا. فلما كلمتهم قلت أنا مستعد أعمل مع محمد. أخيرا يلا عملنا بقى الشريط الأول. الشريط الأول حضرتك كان اسمه أمانة يا بحر. الشريط ده ما اتباعش كويس لأن ما كانش فيه ريكوردرات كاسيت، كان يعني كل الناس بتسمع على بيك أب صوت القاهرة. فلما عملت بقى فرقة المصريين وعرضتها عليهم وعرضتها على كذا وكذا وكذا، الحقيقة ما أقدرش يعني أفوت إن أنا أشكر الأستاذ عمر بطيشة، لأن أنا رحت لصوت الحب اللي كان رئيس عاطف منتصر قلت له الفرقة، قال لي فرقة إيه؟ والفرقة دي تنجح في مصر. ماشي. قعدت في بيتنا بقى فلقيت تليفون، لأن الأستاذ عمر بطيشة اللي كان رئيس الإذاعة طبعا قال لي العاطف، قال له ده اللي بينجح في الغرب دلوقتي هي الفرق جاكسون فايف والأوزمان براذرز ومش عارف إيه فور إيسز المهم. فقال لي بص أنا هعمل معاك اتفاق جنتلمان، هديك أوضة تعمل فيها بروفات أنت وفريتك وأنا أسمع. عجبني هنتج، ما عجبنيش خلاص كل واحد يروح لحاله. جبنا الحقيقه عانيت انا معاناه شديده قوي. ليه؟ لما كل واحد بيغني من حته ان هارموني يعني طبعا هم فاكرين ان لا مش ما بيغنوش مظبوط. ليه؟ مش مع بعض. كان لسه الموضوع ده ما انتشرش، فكره يكون في صوت بالزبط. يعني صوت وصوت ثاني بالظبط. وحاجات كتير بقى، ايه الاله اللي بتعمل بوم 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 دي؟ مش هيقسم تقسيمه؟ لا ما بيقسمش، يا جماعه سيبوني في حالي سيبوني اعمل. لكن اول ما عملنا بقى بحبك لا وهو راح سمعها لاسرته، الله ومين ومش عارف ايه، احنا كان معانا عمر فتحي بقى كمان ومين جه قال لي بقى ايه نخش استوديو. دخلنا بقى استوديو وكتبنا عقود وبتاع مش عارف ايه بقى. المهم ادي اول بقى ما جبت له منير ده انتشر قوي كده ونجح نجاح غير عادي. شركه بقى منير كلموني قالوا حان الوقت ان احنا نعمل التاني المنير. فعملنا بنتولد. بنتولد كان يحيى خليل جه من امريكا بعد الشريط الاولاني لمنير والشريط الاولاني لفرقه المصريين. فلما سجلنا في الاستوديو قلت له اسمع يحيى خليل اهو يعمل لك فرقه علشان تقدر تغني بيها طبعا في اسكندريه وانت في القاهره. هنعملها ازاي؟ كنا احنا اللي بنشغله فرقه المصريين تشغل محمد منير. قال لي طيب ما فيش مانع. لما نزل بنتودي السوق باع بيع غير عادي. الشركة اتشجعت وراحت للشريط الأولاني اللي هو أمانة بحر وفنطوه وحطوا آخر أغنية عملوها الهيد أغنية أيوة وسموه علموني عينيك يا سافر. كسر الدنيا ده. أيوة باع أكتر من بنتولد كمان.
هسألك سؤال، كنت تتصور يعني، خلينا بما أن حضرتك يعني موسيقي والموسيقي أساس حياته الخيال، تتخيل لو حد تاني كان استلم محمد منير وعمل له ألحان علشان يطلع هذا الوجه النوبي المصري ويعمل بيه حالة موسيقية مختلفة، كان هيبقى محمد منير؟ الحقيقة سؤال ما أقدرش أجاوب عليه، لأن الحقيقة يعني أنا مش عايز أدي نفسي قيمة أكتر من اللازم، لكن محمد منير محمد منير. بس حضرتك فهمت صوته، فهمت المنطقة اللي جاي منها، عملت نغم شبهها سهل جدا يدخل كل بيت مصري، فبقى محمد منير. بس هو حضرتك متواضع بزيادة، يعني أنا شايفة أنه يعني قاعدة قدام هرم موسيقي، هل التواضع ده يعني بعد عن الشو ولا الفن بس وزهد في يعني في امور الحياه اللي ليها علاقه بالشو والشهره يعني؟ طب وليه حضرتك ما اعتبرتيش ان انا حقاني؟ يعني محمد منير ده موهبه حقيقي طبعا، لو ما كانتش موهبته ما كنتش عارف تعمل معاه اللي انا عملته. بس في حاجه تاني، انت كنت شايف سكته، كنت يعني شايف. انت كنت عارف ان منير هيغني النوع ده من الاغاني، وهيبقى بيقول حاجات فيها افكار ومواضيع اجتماعيه. طب انا هقول لحضرتك بقى حاجه بصراحه، انا معرف دلوقتي معرفش كان عندي الجرأة ازاي، ايه الجرأة دي اللي انا اجيب دف نوبي مع بيس جيتار مع الكلام ده، ما كانش موجود نهائي. بما ان حضرتك حقاني، ليه ما نقولش ان ايه التجديد وايه الفن وايه الابداع؟ ما هو ثانية واحدة بس، في حاجة انا النهاردة بخبرتي دي، لو جت الفنانة العظيمة نجات تقول لي اعمل لنا انا بعشق البحر او بتاع، يمكن ما اعرفش ليه. جريء، كنت جريء قوي. ما كنتش بقى بحاسب على حاجه. بعمل حاجه. نجحت بقيت عبقري، فشلت بقيت ايه؟ ناحيه تانية. من غير ما نقول. فانا كان عندي جرأه، انا مش قادر اقول ازاي دلوقتي اما ابص لورا كده، وإيه الجرأة اللي كانت عندي دي؟ حضرتك سميها جرأة، إحنا بنسميها إبداع وبنسميها رؤية وبنسميها تطوير. خليني أروح على حد تاني بقى، الشاب البورسعيدي اللي لكنته بورسعيدي، اللي جالك وقال لك اسمعني، وإنت كتر خيرك ما كسفتوش عشان ما بتحبش تكسف حد، وسمعته وقلت له صوتك حلو بس لكنتك ما تنفعش، تاني يوم لقيته بيقول لك أنا جاي معاك مصر، وقد كان وساعدته وقفت جنبه وعلمته وغيرت له اللكنة وعملت له شكل وستايل وطريقه يغني بيها واصبح عمرو دياب. طب انا هقول لحضرتك بقى على موضوع مهم قوي. محمد منير خصصناه للاغاني السياسيه. طبعا. فرقه المصريين الاغاني الاجتماعيه. طبعا. ما تحسبوش بقى انت. طبعا ده احنا فرقه المصريين دي ليها ملف طويل، اغنيه اغنيه هناقشها معاك. عمرو دياب خصصنا للأغنية الترفيهية. أنت لما تيجي تسمعي أي أغنية لمحمد عمرو دياب تحبي ترقصي، تحبي تخبطي، تحبي تدندني، تحبي تعملي شغلك، تحبي. وفي حاجة بس مهمة جدا، أنا يوم ما عمرو اتصور بالفانيلا الحملات دي، أنا كنت سايق عربيتي وقفتها وسقفت، لأن أنا أعجبت قوي قوي بالحركة دي. ليه؟ الفنان لما يقول للشباب روح الجيم وكبروا عضلاتكم واعملوا البايسبس والترايسبس والبتاع مش عارف إيه، أحسن ما يجروهم لسكة مش ولا بد. ولو أنا من يعني من لو أنا من عمرو دياب أو لو أنا المحامي بتاعه لرفعت قضية على كل جيم اتفتح انه لازم يدفع لي حاجه شهريه، لان طبعا الصوره دي اثرت في الشباب وخلت كل شباب يحاولوا يبقى عندهم جسم مبني صح. ومفيش احسن من ان نعود الشباب على الصحه مش عكس الصحه. والحقيقه انا بقول يعني انا شايفه ان حضرتك كان عندك رؤيه واضحه جدا، عارف يعني انت اخترت لده طريق واخترت لده طريق ومشي فيه بالملي، دي اسمها رؤيه. هنسميها. طيب انا هخرج فاصل دقايق، فاصل اعلاني دقايق، ونرجع نستكمل بقى، نخش على ملف الاغاني والموسيقى التصويريه.